اهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع. هنكون معاكم في تغطيه جديده هنتابع فيها قرار هام جدا لكل طلاب التعليم العالي، صدر اليوم في اطار توجه الدوله المصريه نحو التحول الرقمي. النهارده اصدر وزير التعليم العالي الدكتور عبد الغفار قرار هام بخصوص نظام القبول الالكتروني الموحد للجامعات الخاصه. زي ما قلنا لحضراتكم، ده وفقا لتوجه الدوله نحو التحول الرقمي، وبعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات لسنه 1972 وقانون الجامعات الخاصه لسنه 2009 وموافقه مجلس الجامعات الخاصه والاهليه بالجلسه اللي عقدت في 24 ديسمبر 2020. وتضمن قرار وزير التعليم العالي الصادر بشان نظام القبول الالكتروني الموحد للجامعات الخاصه النص على مرحله اختبارات القبول واللي تتضمن الاتي. وفقا للقرار الجديد، تقوم كل جامعة بتحديد الكليات اللي هيتم عمل اختبارات قبول بها، وتحدد كل جامعة أيضا نوع اختبارات القبول المطلوبة، وتحدد كل جامعة قيمة إجراء هذه الاختبارات على موقعها ومكان السداد. هيتم إجراء الاختبارات بدءا من شهر مارس، ده بالنسبة للفصل الدراسي الأول، وشهري ديسمبر ويناير للفصل الدراسي الثاني، ويسمح أيضا بعمل اختبارات قبول محدودة قبل ملحق التنسيق. طيب، مرحلة الإعداد للتنسيق وفق قرار وزير التعليم العالي الصادر بشأن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية، تقوم كل جامعة بإعداد قوائم الطلاب اللي اجتازوا اختبارات القبول بشرط أن تزيد أعداد الطلاب بهذه القوائم عن العدد المسموح به للقبول بالكلية، وده يعني ليتم الاختيار من بينهم وأن يعتد بالقوائم المقدمة، وإلا لن يعتد بها ويتم الاختيار من عموم المتقدمين. وتقوم كل جامعة بتحديد الكليات اللي هيتم عمل الاختبارات بها واللي سوف يتم عمل الاختيار لها من قوائم الناجحين في اختبارات القبول، والكليات اللي هيكون فيها الاختيار من عموم المتقدمين. بالنسبة لمراحل التنسيق، نص القرار انه يتم انشاء حساب لكل جامعة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة، وتسجل كل جامعة الكترونيا بعد اطلاعها على كلمة المرور الكليات والتخصصات والطلاب اللي اجتازوا اختبارات القبول على مسؤوليتها، وده بنظام البي دي اف، يعني حتى لا يتم التلاعب في هذه القوائم. بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة، يسمح للطلاب الناجحين في عام القبول والعام اللي قبله فقط بتسجيل رغباتهم إلكترونيا، وده بحد أقصى 25 رغبة، والطالب مسؤول عن بياناته اللي بيقوم بتسجيلها على نموذج القبول خصوصا البريد الإلكتروني الخاص بيه. طيب، المعروض أمام الطلاب من قوائم الكليات لابد أن يكون مقترناً بقيمة المصروفات الدراسية للعام بالكامل، حيث أن التفاوت في مصروفات الكليات هيكون من عوامل جذب الطلاب للكليات، ويسمح للطالب بتغيير رغباته حتى 3 أيام من بدء أعمال القبول، وبعدها هيتم رفض النظام تلقائياً وهيتم رفض إجراء أي تغييرات في الرغبات. طيب، مراحل التنسيق وفق قرار وزير التعليم العالي الصادر بشأن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية، يتم أيضا إعلان الطلاب ترشيحاتهم على الكليات المختلفة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة، ويمنح الطلاب فترة 48 ساعة لمراجعة ترشيحاتهم والتظلمات ولمراجعة إدارة التنسيق إلكترونيا والتأكد من توافق أسماء المسجلين مع قوائم النجاح في الثانوية العامة. وبعد مرور هذه الفترة هيتم غلق الموقع وتوزيع الطلاب المتقدمين على كليات الجامعات الخاصة، وهتقوم الجامعات بسحب ملفات الترشيحات للكليات المختلفة بعد ساعة واحدة من الانتهاء من التوزيع وإعلان أسماء الطلاب المقبولين بكل كلية لكل جامعة. وبكده تكون انتهت تغطيتنا الإخبارية عن نظام التنسيق في التعليم العالي، وده القرار اللي أصدره النهاردة وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار. شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في تغطيات جديدة على مدار اليوم من تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.